السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رح نكمل اليوم الجزء الآخر معكم مس هبة الصراوي من درس المجال الكهربائي. هذا الفيديو الثاني للدرس. اليوم رح نحكي بس عن المجال المنتظم. ما المقصود بالمجال الكهربائي المنتظم؟ احنا حكينا فيه عندي نوعين من المجال، مجال غير منتظم ومجال منتظم. المجال غير المنتظم اللي أخذناه سابقا كانت للشحنات الموجبة أو السالبة، لأنها كانت بتتجه في جميع الاتجاهات، الموجبة خارجة منها والسالبة داخلة، ممكن تروح في جميع الاتجاهات، عشان هيك سميناها غير منتظم. أما المنتظم في له شروط. أول إشي لازم يكون عندي صفيحتين زي ما احنا شايفين متوازيتين، في عندي موجبة، صفيحة موجبة وصفيحة سالبة. الموجبة راح تكون خطوط المجال خارجة منها داخلة في السالبة، وزي ما احنا شايفين بتكون متوازية، متوازية والمسافات بينها متساوية. اذا المسافات متساوية والخطوط متوازية وبتكون خارجة من الموجبة داخلة في السالبة، هذا هو المجال الكهربائي. اذا هو مجال ثابت المقدار والاتجاه، مقداره ثابت دائما في عند جميع النقاط، نفس المجال بيكون ونفس الاتجاه دائما من الموجب الى السالب. نيجي هلا نكمل القوانين اللي اخذناها احنا سابقا. اول قانون عندي كان المجال يساوي القوه على الشحنه، شحنه الاختبار. القاف احنا حكينا انها قوه وتقاس بوحده نيوتن. عندي شين، هاي شحنة الاختبار ووحدتها دائما كولوم، يعني لو أنا أعطيتك إياها بمايكرو كولوم مثلا بدك تضربها بعشرة أس سالب ستة، نانو بدنا نضربها في عشرة أس سالب تسعة، ملي مثلا في عشرة أس سالب ثلاثة، كتبناهم سابقا. فالمجال بده يصير عندي بما إنه أنا قسمت نيوتن على كولوم، بده يصير نيوتن لكل كولوم، أنا بحول القسمة لإشارة لكل. طيب نكمل الجزء الثاني. هلأ القانون الثاني بحكي، يعني هذا القانون الأول أنا بستعمله إذا طلب قوة أو شحنة أو مجال. القانون الثاني رح يكون معطيني كاف وتاء. إيش هي كاف؟ كاف اللي هي الكتلة، كتلة الشحنة، ولازم تكون بوحدة كيلوغرام. يعني لو انا اعطيتك اياها بالجرام لازم تتحول لكيلوغرام. هلا احنا متعودين سابقا انه انا مثلا لو كان عندي 4 جرام بدي احولها لكيلوغرام، المفروض انه انا اقسم على 1000، من جرام لكيلوغرام بقسم على 1000. هلا بما انه احنا عم نتعامل مع قوانين فيها اسس، ال1000 راح تتحول ل10 اس 3 ونرفعها للاعلى، يعني بتصير 4 على 10 أس 3. هذا الأس رح نرفعه للأعلى فبتصير 4 في 10 أس سالب 3. فرح نتعود دائما هلأ بدون ما نقسم على 1000 ونعمل كل هاي الخطوات، إذا أعطاني من جرام بدي أحول لكيلو جرام مباشرة بضرب في 10 أس سالب 3. إذا أعطاني من جرام بدي أحول لكيلو جرام بس بضرب في 10 أس سالب 3، هاي مباشرة. هاي للكتلة ولازم تكون بالكيلوغرام. طبعا إذا كانت ملي جرام مثلا بدك تضرب ب 10 أس سالب 6. تاء اللي هي التسارع معروف، والتسارع وحدته متر لكل ثانية تربيع. إذا القوة هون بدها تكون كيلوغرام في متر لكل ثانية تربيع، هون بنحسب القوة. خلينا نشوف مسائل على هدول القانونين مهمين جدا. ناخذ المثال الأول. وضعت شحنة اختبار موجبة مقدارها 2 في 10 أس سالب 5 كولوم. خلينا نحط المعطيات مثل ما تعودنا قبل الحل. نشوف شو معطيني في السؤال. شحنة اختبار مقدارها، إذا أول إشي معطيني إياه الشحنة 2 في 10 أس سالب 5، ومعطيني إياها بالكولوم، إذا صحيحة ما في داعي إني أحول.
عند نقطة في مجال كهربائي تأثرت بقوة، هلأ القوة، إذن هون كان معطيني قوة شحنة وهون قوة. قاف القوة بنرمز لها قاف، كم القوة؟ 8 في 10 أس سالب 3. نيوتن برضو هون القوة، تمام. جد مقدار المجال بده ميم، احسب المجال يعني ميم. القانون مباشر هون بيحكي لي المجال يساوي قاف على شين. قاف القوة اللي أنا عندي هون 8 في 10 أس سالب 3 على الشحنة، الشحنة اللي هي مقدارها هون عندي اللي أنا موجودة بالكولوم وجاهزة، لو كانت مش بالكولوم لازم أحولها. نقسم الأرقام بالأول بعدين بنشتغل في الأسس. 8 تقسيم 2 4 ضرب. دائما تعودنا بدروس الرياضيات انه في حالة الأسس اذا كان الأس موجود في الأسفل انا برفعه للأعلى، وبصير في هاي الحالة بتتغير إشارته، يعني لو كان سالب فوق بده يصير، لما أرفعه بصير موجب أو العكس. أنا عندي 10 أس سالب 3 فوق كانت صح؟ هيها ضرب، لما أرفع 10 أس سالب 5 بتصير 10 أس 5 موجبة. الأسس في حالة الضرب تجمع، هاي الأربعة ضرب 5 طبعا سالب 3 زائد 5 إشارات مختلفة منطرح تأخذ إشارة الأكبر اللي هي تربيع، فأربعة في 100 بتصير 400. وحدة المجال نيوتن على كولوم، يعني نيوتن لكل كولوم. هيك بيكون خلصنا المثال الأول. القانون مباشر قاف على شين، قوة موجودة عندي، الشحنة لازم تكون بالكولوم إجباري زي هون. بعديها رح نكمل حل رياضيا كتير سهل. ناخذ المثال الثاني نكمل. جسيم كتلته، خلينا نحط المعطيات. اول اشي كتلته 2 جرام، فبنحكي الكتله تساوي 2 جرام. طبعا بما انه عندي جرام، احنا حكينا بقوانين المجال لازم تكون الكتله بالكيلوغرام، وتعلمنا من قبل انه اذا كانت جرام نحكي 2 ضرب 10 أس سالب 3 صارت كيلو جرام. هاي اول وحدة حلها مباشر، بس بضرب بسالب 3. يحمل شحنة موجبة مقدارها 5، طبعا ما انها موجبة اكيد هاي شحنة الاختبار. الشحنة مقدارها 5 مايكرو كولوم، فبنحكي شين تساوي 5. ما بصير تكون عندي مايكرو، المايكرو لازم يتحول، نتخلص منه يتحول لكولوم، بتصير 10 نضربها في 10 أس سالب 6، هلأ صارت كولوم. هاي الثانية خلصنا الكتلة عملناها بالكيلوغرام، ضربتها ب 10 أس سالب 3، الشحنة حولتها لكولوم، إيش مكان جنبها لازم يتحول، لازم تكون بالكولوم. وضعت بين لوحين متوازيين مشحونين بشحنتين مختلفتين. بما انه لوحين متوازيين راح يتكون بينهم مجال منتظم، والمجال المنتظم معطيني مقداره 4 في 10 اس 5، اذا ميم 4 في 10 اس 5 نيوتن لكل كولوم. احسب القوه. هلا القوه عشان احسبها ما في غير القانون الاول اللي بدي احل عليه، اللي هو بحكي لي ق تساوي تبع المجال، نحكي ميم تساوي قاف على شين. هذا قانون المجال الأول اللي أخذناه في القوانين. هلأ ميم أنا عندي موجودة هون حسب السؤال، كان معطيني إياها 4 في 10 أس 5، باجي بحطها مكانها 4 في 10 أس 5 تساوي قاف. ما عندي أنا قاف، هو بده إياها طالبها بالسؤال، فبخليها قاف على الشحنة شين اللي هي 10 هون 10 5 في 10 أس سالب 6،
بنزلها 5 في 10 والسالب 6. تمام، هاي مقامها 1 والمفروض انه انا اضرب ضرب تبادلي. هلا هون 1 في قاف بدها تضل قاف، يعني قاف هلا انا بتطلع معي مباشرة، بس بدي اضرب هاي في هاي، فبتصير عندي قاف تساوي هلا بدي اضرب 4 في 10 اس 5 ضرب الخمسة في 10 السالب 6. لازم نضرب الأرقام مع بعض والأسس نخليها مع بعض. 4 ضرب 5 20، فقاف تساوي هاي 20 ضرب الأسس تجمع، عندي 5 زائد سالب 6 بتطلع سالب 1، نطرح والإشارة للأكبر، يعني 6 ناقص 5 1 والإشارة للأكبر. طبعا هاد الأس أنا لأنه سالب، لو أنا بدي أحلها هاي لأنه سالب لو نزلته للأسفل بيصير موجب، يعني هاي 20 على 10 بتطلع 2 نيوتن. هاي الشق الأول. إذا أول إشي طلب مني القوة، بحكي المجال يساوي قاف على شين، بس أنا اللي عملته أنه حطيت المجال مكانه، هيو كان عندي 4 في 10 أس 5 تركتها، تساوي قاف على الشحنة، يعني ضربت ميم في الشحنة. إذا القوة لو بدك تحسبها قاف تساوي أنا بضرب بس المجال في الشحنة، ضربت هاي في هاي بضربهم في بعض بتطلع عندي القوة. طيب طلب مني التسارع. هلا التسارع أنا عندي قانون الثاني للمجال الكهربائي اللي هو بحكي القوة تساوي كاف في تاء. خلينا نشوف. هلا الشق الثاني بحكي عندي القوة تساوي كاف ضرب تاء. القوة أنا قبل شوي طلعناها، ولما طلعت معاي طلعت الجواب كان 2، بحط 2 تساوي كاف الكتلة 2، ولما حولناها عشان الجرام ضربناها في 10 أس سالب 3 ضرب التسارع اللي أنا بدي إياه، مطلوب مني تسارع الجسيم. إذا القانون لما يطلب التسارع ما في غير هذا القانون، قاف تساوي كاف في تاء. القوة أنا طلعتها قبل شوي في المثال في الفرع اللي قبله، الكتلة عندي موجودة لكن أنا ضربتها بعشرة أس سالب 3، حكينا لأنه الجرام عشان يصير كيلو جرام لازم أضربه في عشرة أس سالب 3، ما ننساها. كيف بدي أتخلص من هاي؟ بدي أقسم. هلا صارت معادلات، بس انت بدك تعمل على 2 في 10 أس سالب 3 على 2 في 10 أس سالب 3 عشان هاي مع هاي كلها ايش تروح. اذا انا عندي هون عشان اتخلص منها قسمت عليها، هلا 2 على 2 بتروح 1، ما في داعي انا احط 1، بضل عندي تحت ايش 10 أس سالب 3. انا بقدر هاي ارفعها لوين؟ للاعلى. لما بتطلع للاعلى بتصير موجبه، فالتسارع يساوي 10 أس 3، يعني 1000 متر لكل ثانيه تربيع. هيك انا طلعت التسارع. القانون مباشر، حله سهل، قاف تساوي كاف في تاء. القوه انا بكون طلعتها، يعني التسارع لو انت قسمت قاف على الكتلة بيطلع معك. القوة عندي والكتلة موجودة برضو عندي لكن ضربتها في 10 أس سالب 3 عشان تتحول، قسمنا هون وهون عليها لأنه عشان تروح وضل تاء لحالها، أو دغري مباشرة بتقول قاف على كاف. هاي مع هاي التنين مع التنين بتروح، ضل عندي تحت أس أنا رفعته للأعلى صار موجب
وهون بنتهي الحل. طبعا الواجب المطلوب منك انزال تلخيص الدرس على الدفتر كامل، واجب حل السؤال 6 والسابع صفحة 42 والسؤال 10 صفحة 43. إن شاء الله رح يتم متابعة الواجب أونلاين ورح نشوف حلكم إن شاء الله. يعطيكم العافية.